مساء الخير على جمهور نادينا الملكي، جمهور أعظم قلعة وأكبر قلعة رياضية في مصر. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا ملوك الصالات، البرنامج اللي بنتابع فيه كالعادة أخبار ألعاب البطولات والإنجازات، الألعاب اللي ليها رصيد كبير جدا من البطولات والألقاب، مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الإفريقي والدولي. ولكن في بداية حلقتنا خلينا نشوف هيكون معنا إيه النهارده. طائرة الزمالك تعود للتدريبات استعدادا للموسم الجديد. غدا طائرة سيدات الزمالك تواجه الظهور وديا استعدادا للدوري. فريق يد الزمالك يهزم الصداقة في بطولة افريقيا للأندية. سلة الزمالك تهزم القناة وديا استعدادا للموسم الجديد. الاتحاد السكندري يخسر لقب البطولة العربية للأندية لكرة السلة. 6 ميداليات حصيلة منتخب مصر في بطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا. ديوكوفيتش في مواجهة سانر في نهائي بطولة شنغهاي للتنس. ومن التقارير طائرة الزمالك استعدادات قوية. أما عن بطل قصتنا النهاردة فهو كابتن حسن محرم، أسطورة زملكاوية في الكرة الطائرة. وضيفي اللي هيشرفني وينورني النهارده كابتن أحمد عزب، لاعب الزمالك لكرة السلة. دايما لما بتيجي تتكلم على حاجه لازم تبقى بتتكلم معاها وبتتكلم بالارقام وبالانجازات وبال يعني يبقى ارقامك معاك، يعني من الاخر ما تبقاش بتتكلم كده. طيب بقى لنا يومين او اكتر الزمالك في يعني في كلام كده، وفي ناس تقول لك يعني ايه اكبر قلعه رياضيه في مصر. هو عموما انا شرحت قبل ما اشرح النهارده بالارقام يعني، ولكن انا قلت كل واحد بيشوف النادي اللي هو بيشجعه أعظم نادي في الكون. طيب لو النادي ده كمان بيحقق بطولات وإنجازات ونادي كبير جدا جدا، إيه المشكلة يعني؟ يعني إيه المشكلة؟ ما أنت عندك ناديين هم قطبي الرياضة المصرية، عندك ناديك على المستوى المحلي بيحقق بطولات لا حصر لها، على المستوى القاري بيحقق بطولات لا حصر لها، في المحافل الدولية يعني حدث ولا حرج يعني. طيب فين المشكلة أما تبقى بتقول إن أنا نادية هو أكبر قلعة رياضية في مصر؟ فين الموضوع؟ فين المشكلة في كده؟ يعني ده في ناس يعني بيبقى أنديتها ممكن مش بتنافس أو هي مش أحد قطبي الرياضة المصرية هو شايفه أحسن نادي في مصر. يعني بجد بنشوف على السوشيال ميديا بعض الأندية بتطلع تقول لك والله أكبر قلعة رياضية في مصر، يعني عادي جدا. شفنا الفترة اللي فاتت كل نادي من الدوريات في الدوري الإسباني طلعوا على البيج اللي هي بالعربي عندهم، بدأوا يا جماعة لو معانا صور لده، طلعوا كل نادي في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي، طلعوا وكتبوا في البيجات بتاعتهم اللي هي بتبقى بالعربي، طلعوا وقالوا ناديهم أكبر قلعة رياضية في إسبانيا، أكبر قلعة رياضية في فرنسا، أكبر قلعة رياضية في إنجلترا. إيه المشكلة يعني؟ مش يعني كل واحد شايف ناديه هو الأعظم على الإطلاق. كمان لما بتبقى بتتكلم على نادي زي الزمالك فأنا ده أنا حقي تماما أقول كده، مفيش أي مشكلة تمنعني إن أنا أقول كده. طيب تعالوا سريعا علشان يعني ما نبقاش بنتكلم في نفس الموضوع اللي اتكلمنا، أنا أحب كل حلقة أتكلم في موضوع مختلف أو يبقى الدايركشن مختلف. طيب إحنا اتكلمنا بقى في كل اللي أنا بحكيه ده الحلقة اللي فاتت، طب إيه بقى الجديد اللي أنت هتقوليه لنا النهارده؟ الجديد اللي هو أنا مش جايباه يعني، مش جايبه حاجه حصري، يعني انا مش جايبه حاجه حصري، ده اللي اتقال على فكره مع زمايلي في برنامج زملكاوي، واللي اتقال في برنامج اخبارنا وفي نهارك ابيض، يعني احنا كلنا هنا بنكمل بعض، واللي هو اصلا انا وزمايلي في البرامج هنا بنقول التاريخ، يعني انا وزمايلي هنا بنقول التاريخ، مشكورين يعني احنا مشكورين طبعا فريق الاعداد، سواء في برنامجي، في برنامج زملكاوي، في برنامج نهارك ابيض، في برنامج اخبارنا، مشكورين كل فريق الاعداد طبعا. يعني زملكاوي اول حد اتكلم في اللي انا هتكلم فيه ده بالمناسبه، يعني من يومين مع زميلي حتى مينا ماهر، الارقام والاحصائيات دي لا تخفى على احد، لكن انا وزمايلي المذيعين وزمايلي رؤساء التحرير والاعداد بالكامل بنقول بقى التاريخ، يعني بنقوله عادي على قناتنا، احنا حرين، وبنقول ان احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر على قناتنا، برضو احنا مبسوطين وحرين، يعني ده اللي انا عايزه بس اوصله. طيب خلينا نخش في الموضوع، خلينا نبدا ببطولات نادي الزمالك في كره السله، اكتر من 59 بطوله، الدوري المصري 18 مره، كاس مصر 12 مره، كاس السوبر المصري 3 مرات، دوري منطقة القاهرة 24 مرة، دوري أبطال إفريقيا مرتين، زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة. طيب نروح بقى لبطولات نادي الزمالك في كرة اليد. الزمالك في كرة اليد حقق 73 بطولة أو أكتر من 73 بطولة، أكتر فريق حقق بطولات، وصعب على أي حد إنه يحقق البطولات دي. كأس مصر 16 مرة، كأس السوبر المصري 4 مرات، كأس التميز المصري 3 مرات، الدوري العام بدون دوليين 1 مرة، سوبر دوري المحترفين 1 مرة، كأس الاتحاد 1 مرة، منطقة الجيزة 1 مرة، دوري أبطال إفريقيا 12 مرة، كأس الكؤوس كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس 7 مرات، كأس السوبر الأفريقي 7 مرات، البطولة العربية 1 مرة، كأس العالم للأندية المشاركات 5 مرات أو 6 مشاركات، تقريبا مرتين فيهم الزمالك قدر ان هو يعني في 3 4 مرات وصل لدور الاربعه، ومرتين فيهم على حد ذاكرتي واخدين برونزيتين، برونزيه 1، والكلام ده حصل في تقريبا 2000 يعني 2010 يعني 2010. عايزه اقول انه ده من بدري، وفي شهر وفي سنه 2011 وفي سنه 2012 حققنا المركز الرابع. فده اللي بنتكلم فيه، يعني الزمالك سباق دائما في كره اليد، يعني وسباق في كل الالعاب، لكن احنا عشان بس في الفقره دي او في الحته دي بنتكلم عن كره اليد. طيب تعالى نروح للكره الطائره، بطولات نادي الزمالك في الكره الطائره أكتر من 50 بطولة، أكتر من 50 بطولة، علشان كده إحنا فرسان الطائرة في الدوري الممتاز 28 مرة فوز بالدوري الممتاز، كأس مصر 8 مرات، كأس السوبر المصري 1 مرة، دوري منطقة القاهرة 4 مرات، كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس 1 مرة، البطولة العربية للأندية أبطال الدوري 2 مرات. دي ارقام الكره الطائره، ودي وغير بقى كل البطولات اللي انا بكلمكم حضراتكم عنها دي قبل ما يتم انشاء يعني الاتحاد، وفي بطولات من قبل كده. كمان فريق السيدات في الكره الطائره اللي قدروا مع الدعم ومع الفتره الاخيره يحققوا بطولتين افريقيتين وكاس مصر. والجيل القديم، الجيل الذهبي، كابتن وفاء عزمي، كابتن فريده عصمت، كابتن مريم عصمت، مش عايزه انسى اسماء يعني، ده جيل ذهبي قدر يحقق بطولات محترمه يعني. فده اللي بنتكلم فيه يا جماعه، ده اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم، لما بنتكلم بالارقام، لما بنتكلم بالانجازات والحقائق والدلائل. وبعيدا بقى عن كل اللي انا قلته ده، اللي هو قلته بقى الحلقه اللي فاتت، انا شايفه ان دي اكبر قلعه رياضيه في مصر، انا شايفه ومش في مصر بس، في افريقيا والشرق الاوسط، ده حقي تماما، حقي تماما يعني. في هناك أندية كتير جدا شافت نفسها إن هي أعظم نادي وأكبر نادي وفوق الجميع و ومش بتكلم هنا بس على النادي الأهلي فقط، على فكرة النادي الإسماعيلي في وقت من الأوقات كنا بنقول يعني برازيل مصر، فكل واحد يا جماعة حر تماما في إنه يلقب ناديه اللي هو بيحبه. اتحاد السكندري بيلقبوا على نفسهم إن هم سيد البلد، أنا حر تماما. ولكن لما بنتكلم بالأرقام أدينا اتكلمنا بالأرقام والبطولات والإنجازات وما شابه يعني. ف يعني الحمد لله يعني نادية ليه إنجازات كبيرة جدا وأرقام كبيرة جدا وسباق وصاحب الريادة في بطولات كتيرة جدا جدا، فطبيعي جدا إن يبقى شايفاه أكبر وأعظم قلعة رياضية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ده حقي تماما يعني. طيب ومناسبة الكلام على الكرة الطائرة، الحقيقة أن فريق الكرة الطائرة دخل مرحلة الجد وده استعدادا للموسم الجديد، لعب ماتشين وديين، كانت مباراة مع الاتحاد السكندري ومباراة مع الترسانة. يمكن كان معانا كابتن وليد عبد العال واتكلمنا على المباراتين دول، أو يعني بعد مباراة الاتحاد السكندري بالظبط يعني، واتكلمنا إنه المباراة دي مش هي اللي هيستقر من خلالها شوانكي على الستة اللي هيكونوا بيبدأ بيهم مبارياته، أو الستة الأساسيين الركائز الأساسية اللي هم يعني قوته الضربة. والحقيقة أنا متفقة جدا مع الكلام ده. قال لك لا أنا هفضل ألعب، يعني هم الدوري بتاعهم هيبدأ إن شاء الله 2/11، قال لك أنا هفضل ألعب 4-5 ماتشات، هفضل ألعب 4-5 ماتشات خلال الفترة المقبلة، 6 ماتشات كمان، هفضل ألعب لحد قبل الدوري الأسبوع الماتشات. بيتهيألي هيكون ال آخر مباراة أو آخر مباراتين هم دول اللي استقريت فيهم على تشكيلي الأساسي وقوتي الضرب. هم دول اللي استقريت فيهم على تشكيلي الأساسي وقوتي الضرب. الحقيقة اتفرجت على مباراة الاتحاد، لاحظت إن شوانكي بيلعب كل الناس، كل شوط كان بيلعب بتشكيل مختلف، لعب حوالي 4 أشواط كسب 4-0، كل شوط كان فيه تشكيل مختلف ومفيش حد مش من الكبار بقى والركائز الأساسية، مفيش حد من الناشئين ما لعبش، كل الناس لعبت. الراجل عايز يبقى عارف كل لعيب فنيا وبدنيا وصل لحد فين، لأن هو أكيد بيشتغل شغل جماعي مع الفرقة كلها بدني وفني وكل حاجة، وبيشتغل أكيد حاجات فردية مع بعض اللاعبين، فعايز يعرف أنا اللعيب ده وصلت معاه بدنيا وفنيا سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي لحد فين. كل لعيب بقى وكتيم وورك كامل شكلهم إيه داخل الملعب. شوانكي بيطمن على ده، وجهازه طبعا الفني والمعاون يعني كابتن وليد عبد العال وكابتن ماركو، إن هما الدنيا واصلة لحد فين، لأن برضو كابتن وليد عبد العال وكابتن ماركو قبل ما شوانكي يجي كانوا بيطبقوا الشغل اللي شوانكي طالبه منهم والبرنامج اللي كان حاطه شوانكي، والناس كانوا شغالين شغل محترم جدا جدا يعني مع الفريق. فبنتمنى لهم طبعا كل التوفيق، ده التوفيق، وعامل لهم تقرير كده بسيط يعني عن فريق الطائرة رجال بنادي الزمالك، خلينا نشوفه منه الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا. دخل فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك مرحلة الجد استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في رحلة البحث عن العودة لمنصات التتويج، ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد يوم 2 نوفمبر المقبل، حيث يستهل فرسان ميت عقب مشوار البطولة بمواجهة بتروجيت. يخوض الزمالك منافسات الدور الأول ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم فرق بتروجيت، هليوبلس، الشمس، المقاولون العرب، اتحاد الشرطة الرياضي. ورفع الجهاز الفني بقيادة البرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني ووليد عبد العال المدرب العام حالة الطوارئ بعد الدخول في المرحلة النهائية من فترة الإعداد، حيث كثف الجهاز الفني من التدريبات الفنية والبدنية، وخاض مرانه على فترتين صباحية ومسائية قبل الدخول في مرحلة المباريات الودية. خاض فريق طائرة الزمالك حتى الآن مباراتين وديتين استعدادا للموسم الجديد. كانت المواجهة الأولى أمام فريق الاتحاد السكندري وحقق الفوز بأربعة أشواط دون رد، حيث اتفق الفريقين على خوض أربعة أشواط قام خلالها الجهاز الفني بإشراك جميع اللاعبين. وفي ثاني المواجهات الودية حقق الزمالك الفوز على نظيره فريق الترسانة بثلاثة أشواط دون رد، بعدما بدأ التناغم والانسجام يظهر بين اللاعبين خاصة الصفقات الجديدة والمحترفين. ومن المنتظر أن يخوض فرسان الكرة الطائرة أكثر من مواجهة ودية جديدة قبل انطلاق الدوري للوصول إلى أعلى معدلات اللياقة فنيا وبدنيا من أجل بداية قوية للموسم الجديد، ورسالة للمنافسين أن ملك اللعبة جاهز لاستعادة العرش. اعداد في مركز واحد بدأ يكسر يا ولد من مركز 6 بتركيبه هجوميه رائعه. 6 صاروخه ثانيه. بداية أخبارنا مع الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة البرازيلي كارلوس شوانكي اللي هيرجع للتدريبات الجماعية بكرة إن شاء الله، وده بعد الراحة السلبية اللي أخذتها الفريق لمدة يومين. الجهاز الفني فضل يدي اللعيبة راحة بعد ودية الترسانة اللي اتلعبت يوم الخميس وفاز فيها فريقنا بنتيجة 3-0، وده بعد فترة من رفع الحمل التدريبي اللي شهد تدريبات على فترتين صباحية ومسائية وتدريبات بدنية في الجيم. زي ما عارفين الدوري هيبدأ يوم 2 نوفمبر اللي جاي، وخلال الفترة دي هيكون في أكتر من مباراة ودية تانية بيتم الاتفاق عليها حاليا. طبعا كل الدعم والتوفيق ليهم، وان شاء الله يكون موسم مليء بالانجازات والعوده مره اخرى الى منصات التتويج باذن الله. اما عن الفريق الاول للكره الطائره سيدات بنادي الزمالك بقياده كابتن احمد فتحي، فعنده مباراه وديه بكره مع فريق الزهور واللي هتكون على صاله نادي الزمالك، وده ضمن خطه الجهاز الفني للاستعداد لانطلاق مباريات الدوري للموسم الجديد. الفريق كان خاض مباراة ودية طبعا يوم الخميس اللي فات مع سبورتنج بعد ما لعب يوم الجمعة والسبت اللي فاتوا في الاسكندرية مع فرق دلفي وسموحة. كابتن فتحي استقر على خوض مباراة ودية أخيرة يوم الاثنين اللي جاي، وده قبل مواجهة المعادي في افتتاح الدوري يوم الجمعة اللي جاي. طبعا كل الدعم والتوفيق ليهم إن شاء الله فتيات الذهب اللي هيكون عندهم موسم مليء ما بين الدوري والكاس وسوبر المحلي وكأس العالم للأندية، وممكن يكون في البطولة العربية بالإضافة للبطولة الإفريقية. موسم الحقيقة مليء بالبطولات، كل الدعم والتوفيق ليهم بإذن الله، ويكون موسم مليء بالإنجازات إن شاء الله. دي يمكن أهم وأبرز أخبار الكرة الطائرة. خلينا نروح لأهم وأبرز أخبار كرة اليد. نروح للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك واللي حقق الفوز على الصدارة الكاميروني في المباراة اللي اتلعبت النهاردة بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال اللي بتتلعب في المغرب في الفترة من 10 لحد 19 أكتوبر اللي جاي. فريق يد الزمالك أنهى الشوط الأول متقدم بنتيجة 15-6. كوماندوز اليد كان حقق الفوز في الجولة الأولى على كيركس الإثيوبي بنتيجة 50-16 يوم الخميس اللي فات. فريق يد الزمالك هيختتم دور المجموعات بمواجهة منتدى درب سلطان المغربي، أو يعني درب سلطان المغربي يوم الاثنين، ضرب سلطان المغربي يوم الاثنين. كل التوفيق طبعا للكوماندوز في مشوار البطوله ويقدروا يفوزوا باللقب الافريقي للمره ال13 في تاريخه باذن الله. كل الدعم والتوفيق ليهم، ويكون زي ما بيقولوا كده فتحه خير على فريق اليد باذن الله، ويقدروا يعودوا من خلال هذه البطوله مره اخرى والكوماندوز لانجازاته من جديد. أما عن فريق سيدات يد الزمالك فعنده مباراتين وديتين في معسكر الإسكندرية اللي هيبدأ يوم الخميس اللي جاي ويستمر لحد يوم السبت. الجهاز الفني لفريق سيدات اليد استقر على السفر الإسكندرية يوم الخميس اللي جاي، وعنده مباراة مع سبورتنج وسموحة أيام الجمعة والسبت جايين إن شاء الله. فريق يد السيدات كان لها مباراه وديه النهارده مع منتخب مصر على صاله المركز الأولمبي في المعادي، وانتهى بفوز المنتخب بنتيجة 30-28. على فكره النتيجه كويسه جدا، يعني من رايي يعني ان دي نتيجه محترمه جدا. انت بتلاعب المنتخب يعني صفوه لعيبه مصر كلها اللي تم يعني اختيارهم للمنتخب الوطني اللي عندهم بطوله هيشاركوا فيها البطوله الافريقيه. ففكره ان الزمالك يعمل النتيجه دي يعني نتيجه محترمه جدا على فكره، انا بشكرهم عليها طبعا. وخليني بمناسبه اني بتكلم على يد السيدات خليني ابارك لكابتن فريق طبعا مع نورهان اشرف، الاثنين كباتن الفريق، سندي قاسم اللي كان طبعا زفافها يوم الخميس اللي فات. ببارك لها وبتمنى لها ان شاء الله التوفيق في حياتها الاسريه. وعلى فكره سندي مش هتسيبنا، سندي واخده اجازه بسيطه كده وراجعه ان شاء الله للتدريبات بعد اجازه الزواج. طبعا ببارك لها من قلبي، ويا رب يا رب ان شاء الله يهنيها ويعني تكون حياتها الاسريه على احسن ما يرام، وان شاء الله كل التوفيق ليها سواء في حياتها الاسريه او في كره اليد. مستنيينك يا سندي، ومليون مليون مبروك، ربنا يكمل لك على الف خير ويفرح قلبك دايما. دي يمكن اهم وابرز اخبار كره اليد. خلينا نروح لاهم وابرز اخبار كره السله. الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة كابتن وائل بدري فاز النهارده وديا على القناة بنتيجة 64-54 في المباراة اللي اتلعبت النهارده الساعة 4 على صالة النادي. المباراة شهدت مشاركة جميع اللاعبين. كابتن وائل طبعا بيحاول ان هو يجهز كل اللعيبة قبل انطلاق مباريات الدوري واللي هتتلعب يوم 24 أكتوبر الجاي. احنا عارفين طبعا ان الزمالك كان فاز بلقب بطولة السوبر الدولية اللي كانت بتقام في دمشق طبعا، وكانت بطولة محترمة جدا جدا واعداد محترم جدا للموسم. كل الدعم والتوفيق طبعا لفريق السلة اللي بيحاولوا، عندهم يعني حماس واجتهاد غير طبيعي داخل التمرين، عندهم حالة حلوة جدا جدا، سواء يعني الحالة دي بصراحة جاية سواء من كابتن طارق السعيد او من كابتن وائل بدري اللي قافلين على فرقتهم وبيحاولوا ان هم طول الوقت يعدوهم نفسيا وبدنيا وفنيا للموسم الجديد، لانه فعلا يعني انا بتمنى ان شاء الله ان فريق السله يرجع لمنصات التتويج من جديد ويرجع لسابق عهده ويقدر ان هو يفوز ببطوله او اتنين الموسم ده، علشان يعني الدنيا تبقى احسن معاهم، علشان يقدروا ان هم يستعيدوا بارقهم من جديد، يقدروا ان هم يرجعوا ويعودوا الى منصات التتويج من جديد باذن الله. فبتمنى لهم طبعا ان شاء الله كل التوفيق. استعدوا بشكل حلو، يعني لعبوا ماتشين في طبعا مع الرياضي اللبناني في قطر، لعبوا البطولة الودية اللي كانت بطولة ودية دولية اللي كانت في سوريا علشان ان هم يستعدوا، رجعوا هنا لعبوا ماتشين وديين قبل ما يطلعوا سوريا، لما رجعوا بدأوا تاني ماتشات ودية، فهم بيستعدوا بشكل محترم جدا، ولسه في ماتش او اتنين الاسبوع اللي جاي، فبصراحه بيستعدوا بشكل كبير جدا جدا للموسم الجديد وقافلين على نفسهم، عندهم حاله حلوه. يمكن هيبقى معانا طبعا كابتن احمد عزب نجم نادي الزمالك، هنتكلم معاه اكتر عن الفرقه، هنقرب اكتر لفريق السله ونعرف كواليس فتره الاعداد كانت ماشيه ازاي، نعرف منه. يمكن كان معانا عمر هشام وعلي عمر في الاسبوع اللي فات واتكلمنا معاهم، هنتكلم برضو مع عزب في حاجات كتيرة جدا في الكواليس، في فترة الإعداد، في الماتشات الودية اللي اتلعبت، في طموحاتهم الموسم الجديد، في الصفقات الدنيا هتبقى ماشية ازاي، هنتكلم معاه في حاجات كتيرة جدا علشان نقرب اكتر لفريق كرة السلة يعني، ونخلي مشاهدينا والجماهير يكونوا حاسين ان هم في قلب الحدث او في قلب الصالة مع الفرق الرياضية، سواء في ألعاب الصالات أو الألعاب الأخرى أو كمان زمايلي في باقي البرامج، وإنهم بيقربوا قوي المشاهدين والجماهير من كرة القدم أيضا. دي يمكن أهم وأبرز الأخبار داخل نادي الزمالك. خلينا نروح لأهم الأخبار خارج نادي الزمالك للأندية لكرة السلة، بالهزيمة من العربي القطري بنتيجة 81-71 في المباراة اللي اتلعبت من شوية على صالة برج العرب في ختام النسخة 36 من البطولة المقامة بالإسكندرية. الاتحاد السكندري كان صعد للنهائي بعد فوزه على سبورتنج بنتيجة 83-72، أما العربي القطري ففاز في نصف النهائي على كازما الكويتي بنتيجة 87-80. زي ما عارفين الاتحاد السكندري حقق لقب البطولة العربية للأندية 7 مرات من قبل، أما العربي القطري ففاز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، فطبعا هارد لك للاتحاد السكندري. اكيد كنا نتمنى ان نادي الاتحاد اللي يفوز بالبطوله، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فبنتمنى لهم التوفيق في القادم باذن الله. اما عن فريق سله سبورتنج فقدر يحقق المركز الثالث والميداليه البرونزيه في البطوله العربيه للانديه لكره السله بعد فوزه على قزمه الكويتي بنتيجه 95-79 في المباراه اللي اتلعبت النهارده في مباراه تحديد صاحب الميداليه البرونزيه. جت نتائج الفترات كالتالي: الفتره الاولى 33-19 لسبورتنج، الفتره الثانيه 52-43 لسبورتنج، الفترة الثالثة 68-59 لسبورتنج، الفترة الرابعة والأخيرة 95-79 لنادي سبورتنج، لتنتهي المباراة لصالح الفريق السكندري وفوزوا بالميدالية البرونزية. فريق سبورتنج كان خسر في مباراة نصف النهائي من الاتحاد السكندري زي ما قلنا لحضراتكم بنتيجة 83-72. مبروك لسبورتنج، هارد لك للاتحاد السكندري، وبالتوفيق لكل أنديتنا المصرية في كل ما هو مقبل بإذن الله. نروح لمنتخب مصر وبطولة العالم للترايسل واللي سيطر عليها المصريين وتصدروا جدول الميداليات برصيد 36 ميدالية متنوعة. البطولة بتشهد مشاركة 600 لاعبا ولاعبة يمثلون 33 دولة من مختلف أنحاء العالم. حصد أبطال وبطلات مصر 36 ميدالية بواقع 17 ذهب، 11 فضة، 8 ميداليات برونز. دي نتيجة محترمة جدا جدا جدا، لأن أنا النهاردة بتكلم عن بطولة عالم، فيعني بجد برافو، بجد حاجة عظيمة جدا جدا جدا، يعني بجد نتيجة يعني وأنا بقراها مع حضراتكم دلوقتي نتيجة محترمة جدا. دي بطولة عالم يا جماعة، ففكرة إنك تجيب 36 ميدالية في بطولة عالم يتخللهم 17 ميدالية ذهب و11 فضة و8 برونز، بجد شكرا من قلبي يعني. كمان المنتخب المصري للبياثل حقق 7 ميداليات متنوعة في منافسات التتابع المختلط، منها 2 ذهب و3 فضة و2 برونز، ده غير تحقيق 8 ميداليات متنوعة في منافسات التتابع المختلط للترايثل، منها 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية وبرونزية وحيدة. أما عن منتخب مصر للكاراتيه فرفع رصيده ل7 ميداليات متنوعة لحد دلوقتي في بطولة العالم للناشئين والشباب والشباب تحت 21 سنة طبعا، واللي بتقام حاليا بإيطاليا بواقع 3 ميداليات ذهب، فضيتين و2 ميداليتين برونز. حقق الذهبية كل من محمد أشرف في منافسات وزن تحت 68 كيلو جرام كوميتيه فردي شباب طبعا، ومعاذ مصطفى في منافسات وزن تحت 63 كيلو جرام كوميتيه فردي ناشئين. مريم طنطاوي في منافسات وزن تحت 66 كيلو جرام كوميتيه فردي شباب، وحقق الميداليه الفضيه كل من رؤى طاهر في منافسات وزن فوق 61 كيلو جرام كوميتيه فردي ناشئات، ونورهان مصلح في منافسات وزن تحت 61 كيلو جرام كوميتيه فردي طبعا ناشئات. اما الميداليات البرونزيه فجت كالتالي من نصيب طبعا ملك ناجي في منافسات وزن فوق 66 كيلو جرام كوميتيه فردي شابات، وملك عفيفي في منافسات وزن تحت 47 كيلو جرام كوميتيه فردي ناشئات. طبعا نتائج محترمه وعظيمه جدا جدا. اما عن الثنائي هادي الجندي ولوجين وصفي لاعبات منتخب مصر الريشه الطائره حققوا الميداليه البرونزيه في منافسات الزوجي ببطوله مصر الدوليه اللي بتقام حاليا باستاد القاهره بمشاركه 182 لاعب ولاعبه بيمثلوا 27 دوله. الثنائي المصري حقق الميداليه البرونزيه بعد الخساره في منافسات نصف النهائي امام ثنائي موريشيوس بنتيجه 2-0. البطولة هتختتم بكرة إن شاء الله بعد منافسات قوية، خصوصا وإنها ضمن أجندة الاتحاد الدولي للعبة. هو احنا الخبر اللي معانا طبعا عن نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بس قبل ما أتكلم عن نوفاك ديوكوفيتش عايزة أقول إنه بجد نادال خد يعني شبابنا وطفولتنا وهو جنة. نادال لما بطل أو أعلن اعتزاله لما شفنا من يومين خد قلوبنا كلنا، كل تقريبا العالم كان عامل شير سواء ستوري أو بوست للفيديو اللي نادال بيعلن فيه اعتزاله وبيتكلم فيه عن أسرته وعن زوجته وعن والدته وعن والده وعن ابنه وعن خد قلوب كل العالم، لأن نادال ما كانش لاعب تنس عادي، نادال كان أسطورة، وغير إنه أسطورة هو عمل أرقام عظيمة، أرقام قياسية، ومن وهو صغير بدأ مسيرته بدري جدا جدا جدا، وقدر إنه يعني يحقق بطولات في البطولات الأربعة الكبرى أو الجراند سلام من سن صغير جدا. تهيألي هنقعد وقت عظيم علشان نلاقي حد يقدر يحقق اللي نادال حققه، لأنه نادال ما كانش مجرد لاعب تنس، نادال هو مثال للرياضي المثالي، الرياضي المثقف، الرياضي الملتزم، الرياضي اللي عنده ما يكفيه من ثبات انفعالي، الرياضي القدوة. بعد كل اللي أنا قلته ده لازم يبقى قدوة، لأن أنا مقتنعة إنه الرياضي مش بس هو صاحب المهارات والفنيات والبدني والمكونات الجسمانية المطلوبة للعبة والمكونات والقدرة البدنية والمهارات، لأ لما فرنسا تستدعيه علشان هو اللي يفتتح مسك الشعلة، لما في الأولمبياد اللي فاتت، لما حاجات كتيرة قوي، لما العيلة المالكة في إسبانيا تبقى دايما بيكون قاعد جنبهم في متابعة مباريات ريال مدريد. نادال ما كانش لاعب تنس عادي، نادال ما كانش لاعب تنس فقط، نادال هو القدوة، نادال هو الرياضي المثالي، نادال هو اللي خد ذكرياتنا وطفولتنا وشبابنا. أنا مش عايزة أكبره لأنه نفس جيلي تقريبا، يعني يمكن فرق 3 سنين ولا حاجة، بس اللي بتكلم فيه إنه لا بجد نادال مختلف. نادال أنا بتمنى إنه يبقى في أسطورة حقيقية، رياضي مثالي، رياضي قدوة لكل لجيله على فكرة وللأجيال اللي جت بعده، لأنه بجد مش لاعب هنفضل فاكرينه إنه لاعب تنس، هو لاعب عنده مشاعر إنسانية ويعني دايما شفنا منه لما كان ليه لفتات إنسانية جميلة مع طبعا الولاد الصغيرين اللي بيلموا الكور مثلا في ملعب التنس، لما كان الدنيا بتكون شمس وبنشوفه ان هو يروح مقعدهم جنبه تحت الشمسيه بتاعته او الحد اللي واقف بيديه شمسيه، لما يبقى بيديهم ميه، لما يبقى بيديهم حاجه من حاجته، لما يبقى بيتصور معاهم، لما يبقى بيقعدهم جنبه ويتكلم معاهم في فترات البريك بتاعته. لا نادال يا جماعه مختلف، نادال انسان ورياضي ومثقف وكل حاجة. نادال هو الرياضي المثالي اللي تحب تتفرج عليه وتعرف منه يعني ايه رياضة. انا قلت وهفضل اقول الرياضي هو ليس فقط صاحب المهارات والمكونات الجسمانية اللازمة لأي لعبة كانت يعني والمكونات الجسمانية والقدرات البدنية فقط والمهارات، لا الرياضي مش كده. اتفرجوا على نادال في خلال مسيرته وتعلموا يعني ايه الرياضة بشكل عام. الرياضة بشكل عام مش رياضة التنس أو يعني ايه تبقى رياضي مثالي، لا اتعلموا ان الرياضة شكلها ايه، الرياضة اللي فيها روح رياضية ومكسب وخسارة وثبات انفعالي واحترام الخصم واحترام الجمهور واحترام حرمة الملعب واحترام. نادال هيفضل هو الرياضي، مش عايزة اقول الاعظم لان عندنا رياضيين عظماء جدا، ولكن الرياضي المثالي اللي بجد تقعد ابنك او بنتك وتفرجوا على ماتشاته، حتى لو ابنك وبنتك مش بيلعبوا تنس تقعدوا تفرجوا على ماتشاته عشان يتعلم يعني ايه الاخلاق الرياضيه والروح الرياضيه، وان الرياضه دي هي لتهذيب الروح وهي القوه الناعمه لان انت النهارده اي مشاكل او اي حاجات صعبه ما بين اشخاص وما بين دول ممكن الرياضه تهديها من خلال الاشخاص العظيمه الجميله اللي شبه نادال. بجد يعني شكرا من قلبي ان انا الحمد لله اني شفته وكان جيلي وكنت بتفرج عليه، وانا من محبي نادال بالمناسبه. اكيد الانترو الطويله العريضه دي اكيد فهمتوا ان انا من محبي نادال، لانه كان جيلنا متقسم شويه، في ناس بتحب فيدرر وفي ناس بتحب نادال، ومع مرور الوقت في ناس بدات تحب ديوكوفيتش، فانا من فريق نادال، من محبي نادال حقيقه يعني. وكان في بيوت كتيرة جدا جدا بتتفرج على نادال كأنه واحد من البيت. يعني أنا كان بيتنا مثلا لما نادال وهو بيلعب يعني كأن أحمد الأحمر بيلعب بالظبط، كان نفس الشعور، البيت بيبقى متحمس مع نادال زي ما متحمس مع أحمد الأحمر. فنادال بالنسبة لنا كان، وعلى فكرة مش احنا لوحدنا كبيت مصري، بيوت مصرية كتير من محبي الرياضة واللي كانوا بيتفرجوا على البطولات الكبرى، الجراند سلام، الاربع بطولات الكبرى اللي هما الجراند سلام، بجد كان في بيوت كتيره بتقعد تتابع وبتبقى مستنيه نادال، زي ما كان في ناس طبعا مستنيه فيدرر بس مش قد الناس اللي بتستنى نادال، ومش قد وناس بتستنى ديوكوفيتش بس مش قد برضو الناس اللي بتستنى نادال. فحقيقي ذكريات جميله جدا جدا مع لاعب التنس المدريدي، وانا بحبه عشان مدريدي كمان على فكره. فيعني ممكن نشوفه في يوم من الأيام رئيس نادي ريال مدريد، ليه لأ؟ فبتمنى له التوفيق في حياته المقبلة بالتأكيد، ولأي رياضي مثالي شبه نادال بتمنى له إنه يكون يعني حياته المقبلة ده أكيد هيبقى كادر إداري ناجح لما يمتلكه من ثبات انفعالي، ولما يمتلكه من ثقافة رياضية، ولما يمتلكه من أخلاق رياضية وروح رياضية. فبيتهيألي ليه لأ إن إحنا ما نشوفش نادال واللي زيه يكونوا رؤساء أندية، يكونوا رؤساء اتحادات، يكونوا مدربين لأقوى لاعبي العالم. ليه لا؟ خلينا نشوف الفترة اللي جاية هيكون اتجاه نادال في ايه، ولكن اعتقد انه هيبقى في السلك الاداري اكتر، يعني اعتقد ان شاء الله يكون في السلك الاداري. نروح طبعا زي ما حضراتكم شايفين مع فلوريز رئيس نادي ريال مدريد، ف بس ده هو صغير شويه، ده رئيس تاريخي طبعا لنادي ريال مدريد، ولكن دي صوره ليه وهو صغير يعني يمكن في بداياته، فحاجه جميله ومشرفه جدا جدا. بعد ما خلصت اخبارنا عايزه اقول ان لكل قصه بطل ولكل بطل حكايه، وبطل قصتنا النهارده حسن محرم، اسطوره زملكاويه في الكره الطائره. بعد التقرير هنطلع لفاصل ونستقبل احمد عزب نجم نادي الزمالك لكره السله، وكلام كتير عن فريق الزمالك، عن فتره الاعداد، عن الكواليس، عن الماتشات الوديه، عن طموحاتهم في الموسم الجديد إن شاء الله، ولكن كل ده بعد التقرير والفاصل، انتظرونا. عاشق الكورة الطايرة من صغره لحد ما بقى واحد من أهم النجوم والأساطير في تاريخ اللعبة، سواء في الزمالك أو منتخب مصر، علشان كده استحق إنه يكون بطل قصتنا في ملوك الصالات. بطل قصتنا النهارده هو الكابتن الراحل حسن محرم، اللي اتولد في محافظة السويس سنة 1948، وظهرت موهبته من الطفولة لحد ما انضم لنادي اتحاد الشرطة واللي تألق في صفوفه، وبعدها حقق حلمه بالانتقال لنادي الزمالك سنة 1970 علشان يبتدي رحلة جديدة من المجد بالتيشيرت الأبيض أبو خطين حمر. حسن محرم لعب مع جيل عظيم في تاريخ فرسان 100 عقبة اللي كان بيضم أساطير كتير، منهم جابر عبد العاطي ونور زكي وعزمي مجاهد وعادل محمد علي وسامي مبارز ومحسن أبو شيدي وأحمد الجيزي وعلي محمد علي وسيد شحيتة وجمال أحمد ومتولي محمد. بطل قصتنا حقق مع فريق طايرة الزمالك 14 بطولة، منهم 7 دوري وزيهم كاس مصر كمان، ده غير المشاركة في البطولات الإفريقية، وكان كمان واحد من نجوم الكورة الطايرة المصرية بعد ما فاز مع المنتخب الوطني بأول لقب في بطولة إفريقيا سنة 1976. بطل قصتنا اعتزل الكورة الطايرة سنة 1980 بعد مشوار مليان بالإنجازات، بس ما بعدش عن بيته نادي الزمالك ولا معشوقته الكرة الطايرة، واتجه للتدريب وتولى منصب مدير قطاع الناشئين، واكتشف مواهب كتير كملت المشوار مع فرسان الكرة الطايرة الزملكاوية. كابتن حسن محرم كان ليه تجارب تدريبية كتير في دول الخليج استمرت أكتر من 20 سنة، وبعدها رجع مصر لحد ما توفى سنة 2022 بعد صراع مع المرض. مشوار كله بطولات وإنجازات للأسطورة الراحل حسن محرم مع فرسان طايرة الزمالك، سجل بيه اسم ضمن أساطير وعظماء اللعبة، وبقى بطل من أبطال ألعاب الصالات في قلعة البطولات. عودة لحضراتكم مرة أخرى ولسه مكملين برنامجنا من ملوك الصالات، ومنورني ومشرفني النهاردة واحد من نجوم فريق كرة السلة بنادي الزمالك، بس هو ما بقاش نجم لوحده، هم بقوا عيلة بقى في كرة السلة عندنا داخل نادي الزمالك، والحقيقة أنهم يعني الأخين حاجة محترمة جدا، سواء يعني على المستوى الأخلاقي على مستوى الفني، حاجة بجد مشرفة جدا جدا. كان عندنا الأول واحد بس من العيله، دلوقتي بقى عندنا اثنين، وان شاء الله باذن الله يعني يكون موسم مليء بالانجازات، ونحتفل دايما بعوده كره السله لمنصات التتويج. منورني ومشرفني الاخ الاكبر احمد عزب لاعب فريق كره السله بنادي الزمالك ونجم الفريق، منور الدنيا يا احمد. ميرسي جدا، شكرا لحضرتك، وانا دايما ببقى مبسوط وانا معاكي هنا، وبقينا اتنين اهو، ان شاء الله الثالثه البطوله بقى ان شاء الله يا رب باذن الله. يا رب. بيقولوا انكم شخصيات مختلفه تماما، ده حقيقي؟ يعني هو الناس كلها ما تعرفش ان انا الكبير، ده اول حاجه. انا الكبير، ما انا عرفت الموضوع ده قريب، فرق 3 سنين، انا الكبير. مختلفين شويه، انا متجوز ومخلف وهو لوحده شويه وهادي، ما هو دايما الكبير كده، هو هادي برضه، هو هادي. لا بس بيقولوا انكم شخصيات مختلفه، يعني كل واحد ليه انتوا الاثنين جمال، بس هو بيقولوا ان الشخصيات مختلفه تماما يعني. ده حقيقه فعلا، احنا كل واحد ليه دماغ ثانيه خالص غير الثاني. وانا فعلا اكتشفت قريب، كنت بتفرج على تمرين في الصاله وحتى كان رامي نصوحي قاعد معايا وقال لي انت عارفه ان احمد الكبير؟ قلت له لا ما اعرفش، انا مفكره انه عمر. الناس كلها ما تعرفش الموضوع ده، حتى الناس كانت بتسالني اخوك الكبير جه، اخوك انا الكبير والله. بيبان ان الثاني الكبير، مش عارفه ليه، ما هو يمكن بس شعره واقع بدري شويه فبيقولوا عليه الكبير. صحيح. قولي لما حصل بقى انه جاله الزمالك او الزمالك بداوا يكلموه، هو طبعا كان في النادي المنافس بالتاكيد، قلت له ايه؟ يعني هو ما تاخرش، انا عرفت الموضوع بتاعه، وهو لعيب مفيد جدا، يعني لعيب طبعا خبره، لعب معاهم بطولات، معاه بطولات منتخب مصر، فانا بعيد عن ان هو اخويا، انا كنت حابب انه يبقى موجود عشان البوزيشن ده في مصر عامه، في مشكله. هو بوزيشن ايه؟ بوينت جارد. اوكي، بوينت جارد. فلما كلمت النادي كلمه على طول لما عرف انه يعني خلاص بقى فري، والموضوع ما خدش وقت خالص، يعني كابتن طارق ما خدش وقت. عمر لعيب كبير، لكن جه اخر فتره كان لعبه قليل، هل ده كان اصابات ولا كان ايه مشكله ان هو كان لعبه قليل في السيزون الاخير؟ السيزون الاخير هو اتصاب، جاله الصفرة، فقعد فتره كبيره بعيد عن الفرقه، وبعدين لما رجع بدا يأهل، بس هو ختم السيزون ان هو موجود في كل الماتشات وبيأدي كويس في كل الماتشات. اوكي، معاهم. ايوه. طيب عايزه اعرف منك يا احمد، يعني انتوا الاثنين ايه اللي وجهكوا لكره السله؟ انتوا سموحه، ناشئين سموحه، ايه اللي وجهكوا لكره السله؟ احنا عيلتنا بتلعب باسكت من واحنا صغيرين، مولودين في الملعب، ماما كانت كابتن فريق نادي سموحه، بابا كان بيلعب باسكت في سبورتنج وسموحه، فاتولدنا بنلعب باسكت، يعني خلاص بقى البيت كله باسكت، كده بنلعب باسكت. صحيح. البيت عندكم، كنا بنتكلم انا وانت في الفاصل، كانوا مشجعين فيدرر ولا نادال؟ لا فيدرر اكتر. انت فيدرر انت ولا انت اللي مسيطر على البيت انه يبقى فيدرر؟ لا يعني ما حدش بيحب التنس قوي، عمر شويه، نادال شويه. برافو يا عمر، برافو. ما هو لازم الاخين، كل اخ بيبقى ليه دماغ مختلفه زي ما حضرتك قلتي. فكنت بحب اتفرج على الماتشات جدا بصراحه، يعني هما الاثنين، يعني بعيدا عن اني مشجعي نادال، بس هما الاثنين، وكنت حتى بتتكلم معايا ان ديوكوفيتش كمان ارقامه اكتر، وانه ديوكوفيتش لعيب كبير وحصلهم، بس هما الاثنين كانوا حاله من الرقي والرياضه الجميله البيور، اللي بجد تتفرج على شكل الرياضه اللي بجد وانت بتتفرج على الاثنين بصراحه، يعني شيك، مفيش مشاكل، الدنيا لطيفه، في متعه، في موهبه، في مهاره. صحيح. فكنت بستمتع بالفرجه عليهم بصراحه، وزعلت جدا لما فيدرر بطل ولما نادال كمان بطل. ايوه، هتحسي الرياضه دي فقدت حاجه كبيره قوي منها، يعني كرياضه، وذكرياتنا دي حقيقه. فاكر احنا كنا مثلا ممكن نبقى قاعدين بنتفرج على الماتش، نتغدى ونقوم وناكل ونذاكر واحنا قاعدين بنتفرج على الماتش، الماتش اللي ممكن يوصل ل6 ساعات ده. لا كانت ايام جميله. طيب خدتك شويه في عمر وشويه في التنس، خلينا نروح بقى لفتره الاعداد، قول لي كانت ماشيه ازاي؟ انا حاسه ان الروح مختلفه السنه دي، حاسه ان الموضوع مختلف السنه دي، هل احساسي صح ولا؟ الاول طبعا هو كابتن وائل بدري كان لعيب، يمكن احسن بوينت جارد جه في تاريخ مصر يعني طبعا، فهو بيعلمنا كل حاجه هو اتعلمها، فالموضوع طبعا جه نص سنه، يعني اخر السنه اللي فاتت ما لحقش، فالسنه دي الموضوع مختلف. احنا التمرين عندنا لو حضرتك جيتي هو زيه زي الماتش، ويمكن اكتر كمان بصراحه، يعني التمرين عندنا مفيش هزار خالص في التمرين. صح. فده يعني واحده واحده بدانا ان احنا ننزل الماتش عارفين ايه المطلوب مننا، كل لعيب ليه حاجه معينه مطلوبه منه، يعني مفيش لعيب بيعمل كل حاجه، حتى في الNBA في اي حته مفيش لعيب بيعمل كل حاجه. فبدا واحده واحده كل واحد يبقى عنده الدور بتاعه. فبالتالي ظهر بقى الكلام ده الحمد لله في بطوله سوريا في ماتشين الرياضي اللي في قطر. بصراحه ماتشات كانت مهمه جدا، ولما وصلنا بقى سوريا الموضوع بقى احسن واحسن، والموضوع بيتحسن احسن معانا الحمد لله. صحيح. استكمالا لكلامك كابتن وائل، عنده يعني هو لعيب كبير جدا وقدر يلعب في انديه كتيره جدا في الدوري المصري، وبجد حماسي، بيدي التمرين حماس، وبجد من اكتر الناس يعني لسه بنتكلم عن الرياضه، هي الرياضه مش بس كونك ايه المهارات اللي بتمتلكها او مكوناتك البدنيه او قدراتك الجسمانيه او ما شابه، يعني اللي هو تبقى حاجه فت في الرياضه بتاعتك، لا هي كمان اخلاق. هو عنده اخلاق غير طبيعيه بصراحه، يعني بلاحظ ان كل ما لعيب بيجي هنا بيتكلم عن كابتن وائل بدري وكابتن وائل بدري، يعني تتكلموا على انه كمان شخص يعني جميل جدا وشخص اخلاقه كمان عظيمه جدا، فده مخليه يعني غير ان انا بقول له دايما وبقول عليه دايما ان هو سالك نيته فله، فربنا بيكرمه يعني. ما اقول لحضرتك حاجه، هو مش بيتقال عليه اللعيب ده اسطوره من حاجه، من فراغ، لا مش من حاجه مش فنيا بس. ايوه صح. كم من اللعيبه بيبقوا فنيا جامدين جدا بس عمرهم بيبقى قليل في الملعب. في الملاعب. صحيح. وده عندنا طبعا امثله كتير يعني. طبعا. فكابتن وائل معاه بطولات كتير جدا، لعب في انديه كتيره جدا، مفيش نادي لعب فيه ما خدش فيه بطوله. ده نتيجه ان هو مركز جدا، بيدي كل حاجه حقها، ما بيفوتش يعني حاجه صغيره حاجه كبيره، بيتمرن الصبح بيتمرن بالليل، فده ادى في الاخر ان هو بقى اسطوره في كره السله المصريه. صح طبعا، متفقه معاك جدا. من اول ما بدات فتره الاعداد لحد النهارده، حاسس انه فتره على المستوى بقى، سيبك من على مستوى ان اتكلمنا حماسيا وكتدعيم ومعنويات وكل الكلام ده، لكن فنيا بقى وبدنيا انت حاسس ان الفريق اتطور على المستوى الفني على المستوى البدني؟ في تطور انت حاسه؟ انت واحد من كباتن الفرقه يعني، فاكيد حاسس ده، حاسس في تطور في الاداء الفني والبدني. لو ما كانش في تطور ما كناش كسبنا البطوله بتاعت سوريا. يعني الدكتور محمد سعيد اللي هو المعد البدني شغال معانا هايل، شغال معانا كويس جدا، برايفت والفرقه يعني. لو رحت قلت له مستوى الفردي ومستوى الجماعي، انا لو رحت قلت له انا عايز ازود في الحاجه الفلانيه، يبقى موجود في الوقت اللي يناسبني عشان يحسن معايا. كابتن محمد الشحرتي طبعا كان لعيب كبير جدا وبرده بينزل معانا الصبح ما بيفوتش يوم. طبعا. كابتن كريم حاتم اضافه كبيره جدا لينا، شغال برضو معانا حقيقي، عنده طموح كبير قوي. لا وجميل، وبيجيب تمارين جديده وبيساعدنا جدا برضو. صح. فهي المنظومه كلها بتساعد، فده حاجه كويسه، منظومه هاديه كمان. كله بيشتغل، مفيش حد قاعد بيتفرج، لا كله بيشتغل، وده ادى بقول لحضرتك في الاخر بنلعب ماتش فاينل بطوله سوريا، احنا معناش ولا محترف، هم معاهم 3 محترفين، الثلاثه اسامي كبيره جدا، والحمد لله طول الماتش احنا كسبانين. تقريبا بيحكوا لي ان معاهم اقوى محترف ولا الرياضي اللبناني، مين فيهم اللي قال لي؟ لا بيروت معاهم، بيروت اقوى محترف، معاهم كيفن ميرفي، ده يعني اقوى محترف في اسيا قالوا لي، حاجه جامده جدا يعني. والمحترفين التانيين اللي معاه برضو كويسين جدا. جدا يعني. والفرقه ذات نفسها اللبنانيين، منتخب لبنان. اصل الناس تقول لك لا اصل البطوله دي كانت سهله، لا اللي بيقول كده يتفرج على الماتش. صح. يتفرج على الماتش الفاينل يشوف احنا بنلعب مين. يعني انت بتوضح دلوقتي ان فعلا كان في 3 محترفين منهم محترف تقيل جدا، والاثنين التانيين اقوياء، وبقيه اللعيبه يعني سيرجيو درويش، علي مظهر، اللعيبه دي منتخب لبنان ستاندنج، يعني اساسيين في منتخب لبنان، لعيبه جامده جدا. ولبنان في السله رهيبه. لعيبه جامده جدا والله. يعني فعلا ماتش للتاريخ، وكسبتوا فرق بيتهيألي. يعني ماتش للتاريخ بالنسبه لنا، بان احنا من غير محترف، هم ب3 وفاينل بطوله. لا طبعا. انت لما بكلمك اقول لك طيب وانت حاسس ان الفرقه اتطورت فنيا وبدنيا، قال لي اه، قلت لي اه بدليل مثلا البطوله دي وبدليل الماتش النهائي. انت حكمك على الموضوع ده اللي انا كنت لسه عايز اسالك فيه، انت حكمك على الموضوع لما بتيجي تلعب ماتش وماتش تقيل طبعا. فبتعرف انا فنيا وبدنيا اتطورت ولا لا، انا والفرقه بقى انا وصلت لفين، ما انا وصلت لفين دي، والمدرب كمان بيحس بفرقته يعني طبعا. لما يعمل تكتيك معين نجيب منه باسكت في ساعتها، او لما يدينا خطه نبدا نطبقها احسن بعد فتره. ما هو ده برضه هيبان امتى؟ هيبان في ماتش كبير زي الماتش اللي لعبناه ده. كنت بتكلم مع عمر هشام وعلي عمر، كانوا معايا الحلقه في حلقه الاسبوع اللي فات، وكنا بنتكلم بقول لهم انا بقيت حاسه ان احنا عندنا مشكله. ولما اتفرجت مثلا على الاهلي والاتحاد في النهائيات اللي كانت السيزون اللي فات، برضه حسيت ان في نفس المشكله. يعني هي مش مشكله عند الزمالك عموما، بس انا بلاحظ المشكله دي عشان بتكلم على فريقي او اقرب لفريقي. يعني ان انا طول الوقت كنت بشوف انه الكوارتر الرابع فيه مشكله. يعني مثلا الفريق يبقى كسبان اول 3 كوارتر وبعدين يجي يخسر في الكوارتر الرابع. السنه اللي فاتت كلها كده صح. انا بقول كده. عمر قال لي بصي انا شايف الموضوع نفسي، هو جابها لي من سكه ثانيه وقال لي ممكن يبقى نفسي، ان انا باجي في وقت معين انا نفسيا في الكوارتر الرابع بخسر. انا كنت مفكره ان الموضوع بدني. انت اللي هتفصل ما بيننا بقى انا وعمر. انا كنت فكران الموضوع بدني، الناس الروتيشن مش مساعدك فبتيجي في الكوارتر الرابع بيحصل كده، البدني مش مساعدك. انت قلت ان كابتن وائل طبعا تولى المهمه متاخر، وانه برضو الناس اللي مصاب واللي كان بيأدي الخدمه العسكريه واللي جه جديد فبرضو يعني حرام، هي مش صح. دي كانت مشكله يعني من الاول. لكن اللي بتكلم فيه انه انت شايفها ايه بقى، بدني ولا نفسي ولا الاثنين، ولا وحاسس انها اتعالجت ولا لا؟ شايفها الاثنين. انا كان بالنسبه لي مهم جدا ماتش بطوله سوريا دي، عشان احنا كلاعيبه نصدق ان احنا نقدر نكسب. مش احنا دايما بنقع في اخر الماتش فعلا. يعني بكسبين طول الماتش، نيجي في اخر دقيقه دقيقتين 3 دقائق يحصل دروب ولا حاجه. صح، مش الكوارتر الرابع بالكامل، هو فعلا اخر 3 دقائق 4 دقائق تلاقي الدنيا قلبت. فكان مهم جدا الماتش ده بالنسبه لي عشان نصدق لا احنا نكسب، ونكسب اي حد. فرقه جامده جدا و3 محترفين ولاعيبه منتخب لبنان، واحنا من غير محترف لا نكسب وعادي. فده كان مهم جدا بالنسبه لنا عشان نصدق ان احنا نقدر نكسب اي حد. صحيح. والعامل البدني، احنا الحمد لله السنه دي الحمد لله فرقه كبيره، عدد كبير من الافراد، مش مبنيه على لعيب ولا 2، لا البوينت جارد عندك 2 لعيبه، كل بوزيشن فيه 2 3 لعيبه كويسين. فده يخليني لما اوصل الشوط الرابع انا لعيبتي جاهزه، عندي روتيشن لعيبتي كله جاهز ان هو يأدي. زي ما كابتن وائل قال لنا الماتش الكبير لما تعمل 200% تكسب. يعني قبل ماتش الفاينل ده قال لنا عشان نكسب النهارده لازم تعمل الدقيقه دقيقتين اللي هتاخدهم 200% عشان تكسب الماتش. صح. فعشان تعملي 200% ما ينفعش تعملي 200% 40 دقيقه ولا 10 دقائق ورا بعض حتى. فبالروتيشن كل واحد ينزل يأدي دوره 200%. وفكره ان انا اللعيبه انت كله واقف على رجله بدنيا، وفي نفس الوقت عندي ان لو حد حتى حسيت انه هيبدا يقع مني عايز يريح دقيقه ولا دقيقتين هعرف الاقي اللي يريحه بره. بالظبط. وفي برضه احنا الرياضه بتاعتنا فيها توفيق وعدم توفيق. صحيح. ممكن يكون احمد عزب مثلا مش موفق، فانا عندي البديل بتاعه عمر هشام موفق. صح. مهاب موفق، معاذ موفق. عندي البدايل، مش مفيش، مش مبنيه على لعيب واحد. قول لي ايه اللي حاسس ان انا كعزب كسبته من البطوله دي وكفريق؟ انا النهارده لا احنا البطوله دي وماتشين الرياضي اللبناني اللي لعبتهم، يعني سواء الماتشات الوديه اللي بتتلعب هنا كل سيزون بيحصل ده، بنلعب ماتشات وديه هنا، لكن الرياضي اللبناني لما لعبناهم ماتشين، والبطوله بتاعت السوبر الدوليه الوديه دي برضو فرقت معانا. قول لي ايه المكاسب؟ انا راجع عادد لنفسي 1 2 3، دي مكاسب انا كسبتها كعزب وكفرقه. اول حاجه طبعا ماتشين الرياضي دول اللي في قطر كانوا مهمين جدا، لان الرياضي برده كان بمحترفين، بفرقه كامله، بوائل عراجي احسن لعيب في اسيا، انت بتلعبي فرقه جامده جدا، وهم بيحضروا الكاس عالم الانديه فبيلعبوا جامد، فكانت فرصه كويسه جدا للاحتكاك، بس ما كسبناش. فكان بالنسبه لي بقى مهم جدا بطوله سوريا ان احنا نطلع منها بالمكسب. صحيح. مش مجرد ان انا بشارك، يعني لا انا بشارك وبكسب، مش يعني لازم. صحيح. كل ما اشارك ابقى كسبان. طيب عايزه برضو اعرف منك حاجه تانية، لما جينا نلعب مع الرياضي اللبناني وخسرنا، فالناس جالها نوع من ايه، انهم محبطين، ده احنا خسرنا فرق، يعني في ماتش خلص 10 تقريبا وماتش 13، ناس جالها احباط. فيا جماعه لا، ده الرياضي اللبناني، يعني الموضوع صعب مش سهل ابدا. لكن انت شفته ازاي؟ هو برضو الرياضي اللبناني كان بثلاث محترفين وبلعيبه بقى نجوم كتار جدا، واحنا كنا لسه ما بدأناش مع كابتن وائل غير فتره قليله، لسه ده اول ماتش نلعبه. يعني فعادة أول ماتش بتلعبيه ده بيبقى ماتش هادي شوية مع فرقة متوسطة عشان تبدأ نركب، فده كان أول ماتشين نبدأهم في السنة يعني. بس الماتش التاني كان أحلى، مستوى فيه كان أحلى. ما احنا بنطلع واحدة واحدة. الطبيعي اللي هو بتاع التدرج من السهل للصعب اللي هو بنعيشه حتى في الدوري، في الدوريات المحلية يعني. مفيش حد بيبدأ من فوق ويفضل فوق، لا يعني بنتدرج لحد ما نوصل للتوب فور. صحيح. الزمالك المفروض خلال الفترة اللي جاية في انتظار محترف يعني. بتشوف فكرة المحترف، أنا دايما بسأل السؤال ده، أنت مع فكرة المحترف اللي هو وان مان شو بقى وسكورر وحاجات كده، ولا أنت مع فكرة، وعلى فكرة الزمالك جرب ده وجرب ده، صح، ولا مع فكرة المحترف اللي هو لا هو راجل بيعمل أساسته وبيعرف يشوت وبيعرف يدخل وكل حاجة، بس لو في يوم مش موفق هو عارف يشغل فرقة، مش يعني. فانت مع ده ولا مع ده؟ احنا جربنا ستوكلن، صح فاكر يعني ستوكلن، المقارنه دي بين ستوكلن ووالتر هودج بالظبط، الاثنين واحد كان سكورر، والتر هودج كان سكورر برضو على فكره طبعا وشغل جماعي وكل حاجه وبتاع، والتاني لا، التاني كان سكورر يعني 40 بوينتس وبتاع، فهو في حته ثانيه، بس لو مش فايق خلاص. فانت مع انه؟ لا انا طبعا والتر هودج من احسن المحترفين اللي دخلوا مصر يعني، في وجهه نظري ان هو كان بيقدر يلعب الفرقه كلها، وفي نفس الوقت لما الدنيا بتأزم هو بيظهر. ده المحترف الكبير، ده المحترف الجامد، ان الوقت المهم يعني. اتذكر كان في ماتشين جزيره فرق 3 بونت للجزيره، ماتش بيخلص هو جاب 3 بوينت في ماتشين نفس اللعبه بالظبط، قدر يتصرف في وقت قليل يعني يتصرف، ده المحترف طبعا. انما ستوكلن ماتش جاب 40 بونت، بعد كده الجزيره رجعوا تاني عشان هو مش موفق، بعدين جاب 40 بونت تاني. يعني انا اعتمد على والتر اكتر يعني، هو والتر بالنسبه لي احسن حاجه للفرقه يعني، لان والتر هيبقى بيشغل يعني، هو مش لوحده، هو مش القصه، لا يعني هو ممكن يخلي 3 جنبه هيشتغلوا وهيبقوا كويسين، كلهم مش 3 كل اللي في الملعب، كل اللي في الملعب بالظبط. فانت حضرت والتر ولا لا؟ لا ما حضرتوش، بس كنت بلعب قصاده يعني. أيوة. يعني هو لعيب جامد جدا، ما تعرفيش هو هيباصي امتى، هيشوط امتى، هيخش امتى، يعني هيباصي لمين، هيعمل ايه، وهو برده في دماغه انا معايا مين، هيعلق لانس امتى مثلا، هباصي لعمر امتى، هجري مين، صح. كان لعيب كبير جدا بصراحه. اكيد. طيب النهارده يمكن كان، خليني اخدك بعيد عن الزمالك ونرجع للزمالك تاني. النهارده يعني وانا بقرا النتائج كده، انا عايزه تفكروني بس يا شباب، نتائج الثالث والرابع النهارده والاخير والنهائي في البطوله العربيه. كان الاتحاد كسب سبورتنج تقريبا 83-72 في قبل النهائي ده اول امبارح، وبعدين النهارده خسر فرق 10 من العربي القطري، في حين ان العربي القطري كسب مثلا قزمه اللي سبورتنج كسبها النهارده فرق 10 او اكتر، برضو هو كسب قزمه دي فرق مثلا 8 بس في نص النهائي. هو كسب العربي في دور المجموعات. مين اللي كسبه؟ الاتحاد. كسبه فرق كام بقى؟ تقريبا فرق 15-20 برضو. طب ايه بقى اللي حصل يعني؟ انا وانا بقرا النتائج كده، انا طبعا يعني مش بلحق بصراحه اتفرج على حاجه يعني، لكن انا وانا بقرا النتائج حسيت في حاجه مش طبيعيه، مش طبيعي ان هو دي تبقى نتائجه مع قزمه، وسبورتنج نتائجه كده مع قزمه، والاتحاد في الاخر يحصل كده في النهائي. في حاجه غريبه، حتى النتائج انا ما اتفرجتش على ماتشات، بس لاحظت ان في حاجه في النتائج من اول نص النهائي لحد دلوقتي، في حاجه غريبه. ايه اللي حصل ان الاتحاد النهارده يحصل كده في المباراه؟ يعني حسيت اللعيبه نازله تحتفل ومش نازله تلعب يعني، ونازلين كده كاسبين الماتش، والناس كلها بقى جايه والجمهور جاي يحتفل يعني. يعني الفرقه الثانيه من نازله الجيم مركزه جدا، هم 10 كتير يعني. انا قعدت اقول يمكن هو العربي ده في في حته ثانيه يمكن جايب 60 محترف. انت عارف 6 7 لعيبه بالظبط العربي ده. الاتحاد 12 وفي 3 4 بره يعني. يعني هو ما غيرش الفريق العربي يعني. استغربت يعني تشكيله كان ثابت بس معاه محترفين اكيد كتير. واحد معاه 2 واحد لعب دقيقتين بس التاني يعني في لعب المباراه كلها. لعب المباراه كلها معاه واحد تاني لعب دقيقتين بس. ده كل اللي انت بتقوله ده يقول ان كان في حاجه غلط النهارده. الفرقه كانت كويسه بصراحه، العربي كانوا مركزين جدا، ما يعني كانوا قافلين على نفسهم، قدروا يعملوا جيم كويس جدا كلهم بصراحه، ما حدش كان بيعمل حاجه مش بتاعته. ده اللي بقوله، ما في يعني ده اللي دايما بقوله، ما فيش حاجه اسمها الرياضه كمان على مستوى العالم ما بقتش حكر، ما بقتش حكر لحد، اللي فايق يوم المباراه، اللي نازل في يعني موفق خلاص بقى التوفيق وانك تبقى في المود بتاعك وانك تبقى التركيز والتجهيز للماتش بقى ده جاهزين للماتش، عارفين مين بيشوط مين بيخش، بان عليهم يعني هم مركزين هيعملوا ايه، مركزين كل واحد قصاد ده هيشوط ده، كل واحد عارف هو هيعمل ايه. يعني انا من خلال النتائج قعدت في حاجه غلط وانا هسال عزب يعني يعني السؤال ده مش عندي والله، بس قلت هسال عزب انا عايزه افهم ايه اللي حصل، بس انت بتقول اهو ان ده فريق كان نازل يعني يمكن الاتحاد احنا كسبنا الفرقه دي قبل كده كتير، فكده كده هنكسبها تاني اي وقت. ف انت بتقول كسبانهم في المجموعات 15 حاجه كده تقريبا. تشوف ان المواقف اللي زي دي بتعلمك ايه كعزب؟ ان اي وقت هنزل الملعب حدي 100% او 200% كمان اي وقت ايا كان، لازم ده يبقى ده اي لعيب يعمل كده. البطوله كمان في ارض الاتحاد، ف كان الله في عونهم النهارده يعني. تبقى مشكله لان الاتحاد ما شاء الله جاب دوري وكاس، فكان الطبيعي ان هو محترفين واخد الدوري واخد الكاس السيزون اللي فات، فالطبيعي ان هو يبقى بياخد البطوله العربيه اللي على ارضه، خاصه انها مش صعبه يعني لو الزمالك كان شارك فيها كان زمان الحمد لله الوضع مختلف. معلش بس يعني ان شاء الله اللي جاي خير باذن الله. ان شاء الله. طيب قول لي، شايف ان المباريات الوديه اللي اتلعبت كافيه ولا لا؟ الزمالك محتاج مباريات وديه اكتر من كده. احنا ان شاء الله هنبدا يوم 24/10 باذن الله. عندنا لعبنا النهارده ماتش ودي، عندنا ماتش تاني يوم الاثنين وماتش يوم السبت، واحد مع الجيش بعدها مع الجزيره باذن الله. بنجهز يعني عشان ان شاء الله نوصل يوم 24 ان كل الفرقه تبقى في الفورمه يعني. باقي ماتشين وديين ان شاء الله لحد ما اعرفش في تاني ولا لا، ده يعني ده الجدول معايا لحد السبت باذن الله. السبت الجاي ان شاء الله. الجيش ومين؟ الجيش يوم الاثنين والسبت ان شاء الله الجزيره. طلائع الجيش والجزيره ان شاء الله. طيب عايزه اعرف منك برضو الصفقات الجديده اللي منهم عمر بالتاكيد ويونس، قول لي واللي جم في نهايه السيزون اللي فات برضه، حاسس ان الناس دي بدات تدخل خلاص مع الفرقه، الموضوع ما بقاش يعني صعب، ولا حاسس انه لسه ما انسجموش قوي وانه لا قدامهم شويه مع الماتشات الدنيا هتبان اكتر؟ حاسس الدنيا ازاي مع الصفقات الجديده؟ لا الموضوع بسيط، والفرقه عندنا الحمد لله يعني الاجواء جميله، وهم ما خدوش وقت خالص لان عمر معظم الفرقه عندها لعبوا في المنتخب وكان مع عمر في المنتخب، فعمر يعرفنا كلنا يعني. ويونس برضو جميل جدا، لطيف جدا برضو، دخل في الفرقه على طول يعني ما خدش وقت خالص. والصغيرين برضو كل يونس اصلا اخته بطل التنس طاوله عندنا ما شاء يعني الله. هو الزمالك مش هو زملكاوي جدا الزمالك مش جدير عليه، لا هو يعني ما شاء الله اخته بطل التنس عندنا، تنس طاوله طبعا ما شاء الله، فبنتمنى لهم التوفيق. الزمالك بيمتلك سواء كصفقات جابها من بره او العناصر الصغيره عنده، شايفهم ازاي؟ شايفهم كمستقبل عاملين ازاي؟ هو يعني كابتن وائل دايما بيحاول يطلع الناشئين يتمرنوا، وبيحاول دايما يزقهم، بيحاول دايما يمرنهم زياده، يحاول يعلمهم اكتر، لان دول مستقبل النادي يعني ان شاء الله باذن الله. واحتكاكهم دلوقتي مع بينزلهم في الماتشات، بيبداوا في ماتشات، فكل ده احتكاك ليهم كويس جدا، بحيث ان هو الناس دي تبقى جاهزه ان شاء الله تشيل يعني ان شاء الله بعد كده. ان شاء الله. مجموعتنا فيها مين؟ ولا هنلاعب كل الفرق؟ لا طيران وشمس وسموحه، هنلاعبهم الاول 3 ماتشات في القاهره، بعدين هنلاعبهم تاني في ارضه لا في اسكندريه، ملعب محايد. 3 ماتشات في القاهره. طب والملعب اللي هنا هيكون فين؟ تقريبا ملعب اللي هو في اكتوبر، صاله الشباب والرياضه اللي في اكتوبر. صاله الشباب يعني اول ماتش هيبقى في صاله الشباب والرياضه اللي في اكتوبر. ان شاء الله. تمام. وانت قلت الطيران والشمس سموحه. وسموحه مين اقوى فرقه؟ سموحه. سموحه المفروض ناديك بقى القديم وكده. لا بس سموحه فعلا في الدوري، انا بقول دايما ان دوري كره السله في ميزه، الموضوع مش مقتصر يعني ممكن يبقى في 4 فرق هم التوب او 3 فرق هم التوب، لكن بعد كده باقي الفرق تعمل مفاجآت طوال الموسم، يعني المصرية للاتصالات تعمل مفاجأة، سبورتنج، جزيرة، سموحة، كل الناس دي بتعمل مفاجآت خلال الموسم، وده اللي مخلي الدوري مختلف يعني. فعلا. طيب قول لي، شايف ان الزمالك ناقصه ايه غير المحترف قبل يوم 24؟ ان شاء الله المحترف، واحنا جاهزين باذن الله يعني. احنا كلاعيبه يعني موتين نفسنا في التمرين، بنعمل كل اللي نقدر عليه، كل واحد بيشوف ناقصه ايه ويحاول يحسنها. وبيتهيألي ال3 ماتشات الاولانيين برضو حتى يعني مش يعني عادي، ممكن اصل ممكن اول ما المحترف يجي ما يبقاش بياخد وقت كبير عبال ما يندمج معاكوا، فدول لسه الماتشات زي ما بيقولوا بتسخنوا كده يعني. صح صح بالظبط. طيب خير، قول لي شايف ان ايه التحديات اللي بتواجه الزمالك السنه دي؟ ان شاء الله احنا محتاجين يعني ان شاء الله ناخد بطولات السنه دي ان شاء الله يا رب، لان احنا كنا بعيد عن البطولات بقالنا 2 أو 3 سنين تقريبا، فلازم السنه دي ناخد بطولات يعني، مفيش حل تاني يعني، فلازم نموت نفسنا وربنا يعمل لنا الخير بقى ان شاء الله. احنا بنجتهد جدا والله يعني. دايما كنا بنقول انه يعني، انا كنت لسه بقول له حتى عمر، انت يعني من كباتن الفرقه، احنا الحمد لله ربنا كرمنا ب3 كباتن في الصالات يعني، ربنا يبارك لهم. لكن انا اللي بتكلم فيه عمر اصغرهم، واللي بتكلم دايما ان عمر اتحط في المسؤوليه دي بدري قوي، فده بيبقى لود عليه ان هو انه دوره جوه الملعب ودوره بره الملعب، وانه كابتن فرقه ده بيحمله لود زياده. في الفترات السابقه كان شويه الناس اللي مع عمر سنهم اصغر كمان بكتير، فحاسه ان السنه دي لا بقى الفرقه زي ما بيقولوا استوت يعني، في خبرات كتير، في ناس كبيره، في يعني الدنيا كده، وحاسه انه حتى من متابعتي للنتائج واللي سمعته يعني، ان بطوله السوبر الدوليه دي ما شاء الله، سمعت ان انت ما شاء الله كنت هايل، وعمر ومهاب واحمد اسماعيل ومودي طبعا، ويعني حاسه انه احمد اسماعيل يمكن كان شويه بعيد عن مستواه مثلا، ما شاء فرجع الله. ما شاء الله لعب بطوله كويسه جدا جدا. بيقولوا فده هيفرق مع الفرقه ازاي، ان كل ما تعد يعني الخبرات كتير والناس اللي نضجت وكبرت واستوت جوه الملعب بقوا كتير، شايف ده هيفرق مع الزمالك ازاي السنه؟ اول طبعا شايف ان عمر كليدر وكابتن فرقه هو ده مكانه يعني، مفيش حد جميل احسن منه يعمل الدور اللي هو بيعمله ده. صحيح. عمر هشام ككابتن فرقه، عمر احنا مع بعض من زمان منتخبات وكل حاجه، هو ده دوره يعني. عمر طبعا مثالي جدا في موضوع، هو كابتن الفرقه. صح. عمر كابتن الفرقه يعني. صح. بصراحه انتوا كلكم كفريق باسكت يعني ناس جميله، واحنا الحمد لله ولادنا وفرقنا طبعا ناس جميله كلها، وبشكرهم من قلبي لانهم دايما بيستحملوا ظروف الزمالك الصعبه. ظروف الزمالك مش طبيعيه، هي دايما صعبه، والحقيقه ان ربنا دايما بيوعدنا ان ولادنا دينا والناس اللي بيجوا لنا من بره حقيقي حاجة عظيمة، ومعادنهم دايما بتبان في الأوقات الصعبة زي اللي الزمالك بيمر بيها، وبيستحملوا وبيلعبوا وبيموتوا نفسهم. وأنا دايما بشكر فرق الصالات من قلبي، بما إن البرنامج ده بيتكلم عن الصالات، لأنهم بجد حاجة في منتهى الأخلاق وفي منتهى الرقي ومنتهى الحب للنادي يعني. تقول للجمهور إيه؟ إن شاء الله أوعدهم إن إحنا يعني هنعمل كل اللي نقدر عليه السنة دي، إحنا عايزين البطولة بإذن الله يعني، فأوعدهم ببطولة إن شاء الله السنة دي بإذن الله. بشكرك جدا يا عزب، وبشكر كل فرق الصالات وفريق السله طبعا، بما انك انت اللي معايا النهارده، وبجد ان شاء الله العوده لمنصات التتويج من جديد ان شاء الله. وانا دايما ببقى سعيد وانا موجود والله، وانا كمان اشكرك. ودي كانت حلقتنا من ملوك الصالات، اشوف حضراتكم على الف خير باذن الله. سلام عليكم.